اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جبت لكم معايا لعبه فظيعه مش هتصدقوا، اسمها سيفينج بانكس سلوت ماشين. دي لعبه الفلوس، المكتوب عليها ان هي لعبه زي بتاعه لاس فيجاس كده، بيقعدوا يلعبوا اللي هي جاك سبوت تقريبا. هنفتحها بقى كده، اسمها جاك بوشن اول، بنجيب منزلين ده نحط فيه فلوس لعبة حظ، ولو انا جبت 3 اشكال زي بعض بينزلي بقى فلوس كتيرة جدا. الله، مكتوب عليها سلوت ماشين. هوريكم بقى ازاي بتشتغل، ونحاول احنا نجيب جاك بوينت. اوكي، بنجيب منزلين الدراع ده كده لتحت، وهنا يوم جاي 3 الايه. بصوا، لازم يكونوا 3 اشكال زي بعض، لسه طبعا 3 اشكال ما كانوش. بنحط بعد كده بقى كوينز، جايب منزلين الفلوس كلها من تحت. هنا بنحط بقى، يفتح لكم المكان ده، انه المفروض نحط البطارية عشان تعملي بقى اشكال وسوري اصوات بقى وكده. هنا المفروض ان احنا بنطلع منه الفلوس، وهنا بقى بصوا دول جاي دايسين كده، هنا بنقوم جاي حاطين الفلوس من هنا وين بيك، بس احنا هنحاول بقى ان احنا نكسب. بنقوم جاي منزلين ده، اهي بصوا بقى الكوين، بنقوم جاي لقينا هنلاقي الكوين هنا من غير ما اعمل اي حاجة. اوكي، لكن لازم ان انا احطه بقى تحت من هنا. جاي بقى لعب اللعبة لحد ما يطلعوا 3 زي بعض، هلاقي الكوين واقع هنا بس عشان 3 متراوح زي بعض. نحطه بقى تاني، نقعد نحاول بقى لحد ما نخلي 3 اشكال يكونوا زي بعض، وللأسف لسه مطلعتش. هاخد الكوين تاني واجربها. الله، دي لعبة مسلية جدا طبعا، هي لعبة حظ. ممكن بقى صحابي يقعدوا يحطوا كوينز وانا احط معاهم كوينز لحد ما الحظ يكون التلاتة كلهم زي بعض ومنزلين لي كل الكوينز اللي فيها من جوه. واو، انا عن نفسي عجبتني جدا جدا اللعبة الفظيعة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز وريني في الكومنتات ايه رأيكم فيها، بليز متنسوش ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.